حصة النهاردة هناخد فيها درس العمليات على الجذور التربيعية، العمليات اللي هما الجمع والطرح والضرب والجسمة. معظم اللي هناخده النهاردة خدناه الحصة اللي فاتت اللي هو في درس العمليات على الأعداد الحقيقية، نفس الأفكار لكن هتزيد فكرة واحدة بس هناخدها بعد شوية، يعني يعتبر هنراجع الدرس اللي فات. أول عملية معانا الجمع، لما أجمع 4 جذر 5 زائد 3 جذر 2 زائد 2 جذر 5. في جمع الجذور لازم يكونوا متشابهين، مينفعش تجمع جذر 5 مع جذر 2، ده انت تجمع جذر 5 مع جذر 5 وجذر 2 مع جذر 2. نجمع المتشابه بس، 4 جذر 5 زائد 2 جذر 5، تجمع المعاملات 2 و4 يبقى 6 ونزل جذر 5. طيب 3 جذر 2 دي مفيش شبهها، تنزل زي ما هي زائد 3 جذر 2 وخلاص، نسيب المثل على كده، مينفعش تجمع جذر 5 مع جذر 2. ده بالنسبة للجمع والطرح، لازم تجمع الجذور المتشابهة. هنا الضرب، عايز يضرب جذر 7 في جذر 7. الضرب لو الأعداد اللي تحت الجذر دي متشابهة خد عدد منهم واحد بس، جذر 7 في جذر 7 خد العدد اللي تحت الجذر اللي هو 7. أما لو الأعداد اللي تحت الجذر مختلفة هتضرب ضرب عادي، جذر 2 في جذر 3، هنزل جذر 1 وأضرب 2 في 3 ب6، هتبقى جذر 6. 6 ملهاش جذر خلاص سيبها. عايز اضرب جذر 8 في جذر 2، هنزل جذر 1 واضرب 2 في 8 ب16، ال16 ليها جذر، جذر ال16 يساوي 4. بعد ما تضرب لو لقيت العدد ليه جذر هات الجذر، لو ملوش جذر سيبه زي ما هو. هنا عايز اضرب كسور، عايز اضرب جذر 2 على 5 في جذر 8 على 5. ضرب الكسور بنضرب البسط في البسط والمقام في المقام. في الأول ننزل جذر 1 بس ونضرب 2 في 8 ب16، 5 في 5 ب25، 16 جذرها 4 وال25 جذرها 5، يبقى كله ضرب عادي. نزل جذر واضرب ضرب عادي. هنا عايز اضرب 3 جذر 2 في 5 جذر 5، لما تيجي تضرب دي هتضرب العدد في العدد والجذر في الجذر، الأعداد في بعض والجذور في بعض، 3 في 5 ب15، جذر 2 في جذر 5 هنزل جذر واضرب 2 في 5 ب10، تبقى 15 جذر 10. هل ال10 ليها جذر؟ لا خلاص سيبها زي ما هي. هنا زيها برضو، 4 جذر 2 في 2 جذر 50، هضرب العدد في العدد والجذر في الجذر، 4 في 2 ب8، جذر 2 في جذر 50 هنزل جذر واضرب 2 في 50 ب100، تبقى 8 جذر 100. المية ليها جذر، جذر ال110، بنزل التمانية، التمانية والجذر بينهم مشارط فيه، طالما ما فيش يبقى فيه، بتمانية في جذر ال110، هتضربهم 8 في 10 ب80. آخر عملية فيهم الجسم، جذر 10 على جذر 5، برضو الجسمة جسمة عادية، هنزل جذر 1 واقسم جسمة عادية، 10 على 5 فيها الاتنين، الاتنين ملهاش جذر فخلاص سيبها زي ما هي، تبقى جذر 2. خلي بالك لما تيجي تقسم لازم يكونوا جذرين على بعض، يعني لو دي كانت 5 بس مينفعش تقسم، مينفعش تقسم جذر على عدد، لازم يكونوا جذرين شبه بعض. هنا جذر 50 على جذر 2، هنزل جذر 1 واقسم 50 على 2، نص ال50 25، ال25 لها جذر، جذر ال25 يساوي 5. كل الأفكار دي يعتبر خدناها الحصة اللي فاتت، تعال نشوف ايه الزيادة. الفكرة الزيادة هنا انه هيجيب لك جذور مختلفة ويبقى عايز يجمعها ويطرحها، يعني عايز يجمع جذر 50 مع جذر 8 ناضد جذر 2. هنا ما ينفعش تجمع وتطرح عشان الجذور مختلفة، دي 50 ودي 8 ودي 2، ما ينفعش تجمع وتطرح عشان لازم الجذور دي تكون متشابهة. نقدر نحلل الجذور دي ونخليها متشابهة، هنحللها ونخليها متشابهة. نحللها ازاي؟ نفهم الفكرة دي الاول. بيقول لي ضع على صورة ألف جذر ب، حيث ألف وب عددان صحيحان وب أصغر قيمة ممكنة. سيبنا من الكلام ده، وبيقول لي ضع على صورة ألف جذر ب، هيديك جذر زي جذر 12، وعايزك تخليه في صورة ألف جذر ب، يعني عايز يخلي عدد بره الجذر وعدد جوه الجذر، عدد بره وعدد جوه. نعملها ازاي؟ جذر 12 عشان أخليها في صورة ألف جذر ب، أول خطوة أحللها أو أفكها، أشوف كام في كام يدينا 12، بس عدد منهم لازم يكون ليه جذر تربيعي. ال12 كام في كام؟ 2 في 6 ب12، وتنفع كمان 3 في 4،
تلاتة في أربعة باتناشر. طب هختار مين فيهم؟ هختار العددين اللي واحد فيهم ليه جذر تربيعي، يعني ولا الاتنين ولا الستة ليهم جذر. طب تلاتة في أربعة، الأربعة ليها جذر تربيعي، يبقى لما أجي أحلل الاتناشر هخليها تلاتة في أربعة. اشمعنى اخترت تلاتة في أربعة؟ عشان الأربعة ليها جذر. طيب عايزين نطلع عدد منهم وعايزين نخلي عدد تحت الجذر، مين اللي هيطلع؟ اللي ليه جذر تربيعي طلعه بره الجذر، واللي ملوش جذر تربيعي خليه تحت الجذر زي ما هو. يعني الأربعة ليها جذر تربيعي، الجذر التربيعي للأربعة يساوي اتنين، فاكتب اتنين بره الجذر. طب التلاتة ملهاش جذر تربيعي، خليها تحت الجذر زي ما هي، هتبقى في الآخر اتنين جذر تلاتة. كده خليتها في صورة ألف جذر ب، يعني عدد بره وعدد جوه. هقول تاني، جذر الاتناشر في الأول نحللها، يا إما اتنين في ستة يا إما تلاتة في أربعة. هختار عدد يكون ليه جذر تربيعي، ولا الاتنين ولا الستة ليهم جذور، خلاص فمش هتنفع. تلاتة في أربعة، الأربعة لها جذر، يبقى لما نيجي نحلل الاتناشر نخليها تلاتة في أربعة. العدد اللي ليه جذر تربيعي اكتبه بره الجذر، طلعه بره الجذر، واللي ملوش جذر تربيعي خليه جوه زي ما هو. الأربعة ليها جذر تطلع بره باتنين، التلاتة ملهاش جذر خليها تحت الجذر زي ما هي. يقولك الجذر ده عامل زي السجن، ما يطلعش براه غير اللي ليه واسطة، واسطة مين؟ إن يكون ليه جذر. الأربع ليها جذر، جذرها اتنين، تطلع بره الجذر باتنين، التلاتة ملهاش جذر تفضل محبوسة تحت الجذر. يبقى اللي ليه جذر ياخد براءة، واللي ملوش جذر يفضل محبوس تحت الجذر. تاني، جذر 18 عشان أخليها في صورة ألف جذر ب، أول خطوة أحللها، كام في كام ب18؟ 3 في 6، وتنفع كمان 2 في 9. هنا لازم تكون حافظ جدول الضرب. هنختار مين؟ ولا التلاتة ولا الستة لهم جذور، الاتنين في تسعة، التسعة ليها جذر تربيعي، يبقى أنا لما أجي أحلل التمنتاشر أخليها 2 في 9. اللي ليه جذر طلعه بره الجذر، التسعة جذرها تلاتة فهطلعها بره بتلاتة، الاتنين ملهاش جذر خليها محبوسة تحت الجذر، هتبقى 3 جذر 2. لو أنت مش هتعرف تعمل الكلام ده ممكن الآلة تساعدك، يعني لو مش عارف تحلل جذر 18 هتكتب الآلة جذر 18 هتطلع لك 3 جذر 2 على طول. بس الآلة بتاعتك لازم تكون آلة حديثة، هتكتب جذر 18 يساوي، تطلع لك 3 جذر 2 اللي هي دي. لو مش عارف جذر 12 هتكتب جذر 12 يساوي، تطلع لك 2 جذر 3 اللي هي 2 جذر 3. أقول لك على طريقة كمان لو معكش آلة حديثة، انت عايز تحلل جذر 12 مش عارف جذر 12 كام في كام مثلا، هتمسك ال 12 دي تجربها، تقسمها مرة على الاتنين، ما قبلتش على الاتنين اقسمها على التلاتة، ما قبلتش على التلاتة اقسمها على الأربعة، وهكذا. تعال نجرب نقسم 12 على 2 فيها 6، يعني هتبقى 2 في 6، ولا الاتنين ولا الستة ليهم جذور، خلاص فمش هتنفع. هتقسم على التلاتة، 12 على 3 فيها الأربعة، فهتخليها 3 في 4، الأربعة ليها جذر فهتنفع. يعني تجرب تمسك العدد اللي انت عايز تحلله تقسمه مرة على الاتنين على التلاتة على الأربعة على الخمسة لحد ما يطلع لك عدد ليه جذر، أو لو معاك آلة تعملها بالآلة على طول. هنسرع بقى شوية، هنا عايزين جذر 50، الـ50 تنفع 5 في 10 وتنفع 2 في 25، ولا الخمسة ولا العشرة ليهم جذور، تنفع 2 في 25 عشان الـ25 لها جذر. اللي ليه جذر ياخد براءة، واللي ملوش جذر يفضل تحت الجذر، الـ25 هتطلع بره تبقى 5، والاتنين ملهاش جذر تفضل محبوسة تحت الجذر، هتبقى 5 جذر 2. جذر 45، 45 واضحة، 5 في 9، التسعة طلعها بره تبقى بتلاتة، والخمسة ملهاش جذر تنزل تحت الجذر زي ما هي. جذر 162، أنا مش عارف 162 كام في كام، اعمل زي ما أنا قلتلك، امسكها جربها اقسمها على الاتنين أو على التلاتة أو على الأربعة. لو جربت 162 على 2، 16 على 2 فيها 8، و2 على 2 فيها 1، فيها 81، 81 لها جذر، فهخليها 2 في 81، 2 في 81، 81 تطلع بره بجذرها بـ9، والاتنين ملهاش جذر تنزل تحت الجذر، تبقى 9 جذر 2. ساعات تشبهها لي بس يزود لرقم قبل الجذر، عادي الرقم اللي قبل الجذر ينزل زي ما هو، بين الاتنين وبين الجذر فيه، يعني هنزل 2 فيه وحلل عادي. 27 كام في كام؟ مفيش غيرها، 3 في 9، والتسعة ليها جذر، الاتنين اللي بره دي سيبها زي ما هي، فيه هنطلع التسعة بره بـ3،
والتلاتة دي ملهاش جذر، تتحبس تحت الجذر. الزيادة هنا ان في رقمين بره الجذر، هضربهم في بعض، 2 في 3 تبقى 6 جذر 3. بل لما يبقى عندك رقم قبل الجذر نزله وحلل عادي. تعال نكمل الافكار دي برضو، نفس الفكرة، ضع في صورة ألف جذر ب، هنا نص جذر 20، برضو أي عدد بره الجذر سيبه زي ما هو، النص والجذر بينهم فيه، وحلل الـ20، كام في كام بـ20؟ 2 في 10 أو 4 في 5، اللي هتنفع معايا 4 في 5 عشان الأربعة ليها جذر. هطلع الأربعة بره تبقى 2، النص اللي بره ينزل زي ما هو فيه، ولما نطلع الأربعة جذرها 2 ونزل جذر 5. هنا في اختصار، الاتنين والاتنين يروحوا مع بعض، اتفضل لي واحد جذر 5 او جذر 5 بس، الواحد ممكن مكتبوش. اخر فكرة معانا، لما يبقى في كسر تحت الجذر، لما يبقى عندك كسر وعايز تخليه عدد صحيح، هو بيقول لي ضع في صورة الف جذر ب، والف وب عددان صحيحان، يعني لازم العدد اللي تحت الجذر ده يكون عدد صحيح. طب ازاي تخلص من 2 على 5؟ اولا الكسر ما تنفعش تحلله، فهنعمل ايه؟ اول ما تشوف كسر تحت الجذر هتعكس الفكرة، العدد اللي بره الجذر هتدخله تحت الجذر، 5 دي هندخلها تحت الجذر. هي الـ5 قبل ما تطلع بره كانت كام جوه الجذر؟ كانت 25، فانت الـ5 عشان تدخلها تحت الجذر هتخليها 25، زي بالظبط كنا بنقول مثلا 4 في 5، الـ4 تطلع بره بكام؟ بـ2. طب انا لو عايز اعكس الفكرة، الـ2 دي لو عايز ادخلها جوه الجذر هدخلها بكام؟ اربع، 2 في 2 بـ4. 3 دي قبل ما تطلع بره الجذر كانت كام؟ 9. فانت اي عدد بره الجذر عايز تدخله جوه الجذر ربعه. هنا 5 عشان ادخلها جوه الجذر اخليها 25، فهنزل 2 على 5 زي ما هو اللي هو الكسر، والـ5 ادخلها تحت الجذر اخليها 25، تبقى 2 على 5 في 25. بعد كده تختصر عادي، 5 على 5 فيها الـ1، 25 على 5 فيها الـ5، هتضرب 2 في 5 يساوي 10، يبقى في الآخر هتساوي جذر 10. يبقى امتى بدخل العدد تحت الجذر؟ لما الاقي تحت الجذر فيه كسر. واحدة تاني زيها، 6 جذر 1/3، هنا في كسر عشان تخلص منه دخل الـ6 جوه، 6 تدخل تحت الجذر بتربيح تدخل بـ36، بنزل التلت زي ما هو في 6 ندخلها بـ36. كده نختصر، على 3 فيها الـ1، 36 على 3 فيها الـ12، 1 في 12 بـ12 تبقى جذر 12. ما تسيبهاش دي، ان الـ12 تقدر تحللها تاني، الـ12 عبارة عن 3 في 4 والـ4 ليها جذر. طلع الـ4 بره، الـ4 تطلع بره بـ2 ونزل جذر 3. فانت لو فيها اختصار تاني اختصرها. لو فهمت الفكرة بتاعت الف جذر ب دي هتقدر تحل اي مسألة اختصار. يعني احنا كده اعتبر خلصنا الحصة، الباقي كله سهل، طالما فهمت الاول ده الباقي كله سهل. بيقول لي اختصر جذر 50 زائد جذر 8 ناقص جذر 2. هنا هتلاحظ ان كلهم مختلفين، ما ينفعش اجمع واطرح. نعمل ايه عشان نخليهم متشابهين؟ هنمسك الاعداد دي كلها نحللها، فك الـ50 والـ8 والـ2، الـ2 مفكوكة وجاهز، يبقى هنحلل الـ50 والـ8 بس. الـ50 كام في كام بـ50؟ 2 في 25 عشان الـ25 لها جذر، زائد حلل الـ8 كام في كام بـ8؟ 2 في 4 والـ4 ليها جذر، ناقص جذر الـ2 دي متحلله وجاهز، مش هقدر احلل الـ2 تاني. اللي ليه جذر طلعه بره الجذر، واللي مالوش جذر خليه تحت الجذر زي ما هو. 25 تطلع بره بـ5 جذر 2، زائد الـ4 تطلع بره بـ2 ونزل جذر 2، ناقص جذر 2 تنزل زي ما هي. بعد ما حللناهم هتلاقوهم كلهم شبه بعض، دي جذر 2 ودي جذر 2 ودي جذر 2، تقدر تجمع وتطرح عادي. تجمع المعاملات بس، 5 زائد 2 7، 7 ناقص 1 6، هتبقى 6 جذر 2. يبقى انت مسائل الاختصار دي هتمسك كل جذر تحلله لوحده، بعد ما تحللهم هتلاقيهم كلهم شبه بعض، تجمع وتطرح عادي. ناخد مثال كمان، المثال التاني برضو اختصر، 3 جذر 20 ناقص جذر 45 ناقص 10 على جذر 5، برضه هتمسك كل جذر لوحده وتختصره أو تحلله. عشان المسألة متبقاش صعبة عليك ممكن تجزأ المسألة، يعني 3 جذر 20 تكتبها لوحديها، جذر 45 لوحديها،
و10 على جذر 5 لوحديها، تاخد كل جزء لوحده. 3 جذر 20، 3 اللي بره سيبك منها، هنحلل ال20 كام في كام ب20، 4 في 5، 3 والجذر بينهم في، تبقى 3 في، هطلع الاربع بره ب2، تبقى 2 جذر 5، في عددين بره هنضربهم، 3 في 2 ب6 جذر 5، وحطها برواز عشان ما تنسهاش. تاني عدد جذر 45 كام في كام ب45، 5 في 9، طلع التسعة بره هتبقى 3 جذر 5، حطها برواز. 10 على جذر 5، المقام هنا ممكن نخليه عدد صحيح اللي خدناه الحصة اللي فاتت، عشان اخلي المقام عدد صحيح اضرب في جذر 5 بسطا ومقاما. هنضرب 10 في جذر 5 ب10 جذر 5، جذر 5 في جذر 5 هيساوي 5. هنختصر، على 5 فيها الواحد، 10 على 5 فيها الاتنين، اتفضل لك في الاخر 2 جذر 5. هتلاحظ بعد ما اختصرنا كلهم متشابهين، دي جذر 5 ودي جذر 5 ودي جذر 5. تعال نجمعهم كله، 3 جذر 20 خليناها 6 جذر 5، بينهم مشارة ناقص. جذر 45 خليناها 3 جذر 5، بينهم ناقص. 10 على جذر 5 خليناها 2 جذر 5، كلهم متشابهين نقدر نجمع ونطرح عادي. 6 ناقص 3 3، 3 ناقص 2 1، تبقى 1 جذر 5. كل المسألة تبقى بنفس النظام كده. برضو اختصر، جذر 50، 2 جذر 18، 3 جذر 162. هنمسك كل واحدة فيهم نختصرها، أنا كاتبهم هنا. جذر 50، 50 2 في 25، بالتكرار هتعرف التحليل على طول. طلع 25 بره تبقى ب5، وانزل جذر 2، دي أول واحدة. 2 جذر 18، الاتنين بره ملناش دعوة بيها، 18 2 في 9، ننزل الاتنين، طلع 9 بره هتبقى 3 جذر 2. هنا هنضرب 2 في 3 ب6 جذر 2، دي تاني واحدة. آخر واحدة 3 جذر 162، الكسر هنا بره سيبه بره زي ما هو. هنحلل 162، ممكن تعملها بالآلة على طول، أو لو هتقسمها على الاتنين هتلاقي فيها 81، 2 في 81، ودي احفظها عشان هتتكرر معانا كتير. 162 2 في 81، طلع 81 بره ب9، هتبقى 3 في 9 جذر 2. هنختصر، على 3 فيها الواحد، 9 على 3 فيها 3، هتفضل لنا 3 جذر 2. كده كلهم شبه بعض، جذر 2 جذر 2 جذر 2، اقدر اجمع واطرح عادي. نكتبها تاني، 50 خليناها 5 جذر 2، زائد 2 جذر 18، 6 جذر 2، زائد 3 جذر 162، 3 جذر 2. هنجمع 5 و6، 11، 11 و3، 14 جذر 2. اخر مسألتين في الاختصار هنا، السؤال الرابع ده سهل لك واجب، انها سهلة ما فيهاش مشكلة. مسألة 5 حلوة، بيقول لي اختصر 2 جذر 5، 6 جذر 3، جذر 12، 5 جذر 5. هنمسكهم الاول نحللهم. 2 جذر 5 متحلل لو جاز، مقدرش احلل الخمسة تاني، فخلاص ده نزلها زي ما هي. 6 جذر 3، قلنا اول ما نشوف كسر تحت الجذر لازم ادخل العدد اللي بره جوه الجذر، 6 تدخل جوه الجذر ب36، وده عملناها من شوية. هنزل التلت في 36، هنختصر، على 3 فيها الواحد، على 3 فيها ال12، 1 في 12 ب12، تبقى جذر 12 في الآخر. ما سيبهاش ال12، أقدر أحللها تاني، ال12 3 في 4، طلع الأربع بره تبقى 2 جذر 3. ال2 جذر 3 دي بتاع مين؟ بتاع 6 جذر 3. طيب نحلل جذر 12، خلاص الجذر 12 يعتبر عملناه، تبقى 2 جذر 3 برضو. فاضل لنا 5 جذر 5، برضو في كسر تحت الجذر، فالخمسة دخلها جوه، 5 تدخل جوه الجذر ب25، هنزل الكسر في 25. هنختصر، 5 فيها الواحد، 25 على 5 فيها ال5، 1 في 5 ب5، هتبقى جذر 5. تعال نجمعهم من الأول، 2 جذر 5 متحلل لو جاهز، هنزلها زي ما هي، زائد
ستة جذر تلت بعد ما اختصرناها طلعت باتنين جذر تلاتة ناقص جذر 12 هي بعينها 2 جذر 3 ناقص 5 جذر 5 طلعت في الآخر جذر 5. هنجمع هتلاقيهم هنا مش متشابهين كلهم، هنا في جذر 5 وجذر 5 وجذر 3 وجذر 3. هنجمع المتشابه، 2 جذر 3 وسالب 2 جذر 3 العدد ومعكوسه يطوروا مع بعض، موجب 2 وسالب 2 يديك 0. تفضل لك 2 جذر 5 ناقص 1 جذر 5، 2 ناقص 1 يبقى 1 جذر 5. آخر سؤال في الحصة بيقول لنا أكمل جذر 3 جذر 12 جذر 27 جذر 48، عايزينها بنفس النمط أو بنفس التسلسل. عشان نعرف احنا بنعمل ايه هنمسك الجذور دي كلها نحللها هنفكها، بعد ما نحللها هنعرف النمط. جذر 3 دي متحلل لو جاز، مش هقدر احلل التلاتة تاني. جذر الاتناشر عبارة عن 3 في 4، الأربعة تطلع بره الجذر هتبقى 2 جذر 3. 27 عبارة عن 3 في 9، هنطلع 9 بره الجذر هتبقى 3 جذر 3. 48 كام في كام ب48؟ هنا هتلاحظ ان كلهم تلاتات، 3 3 3، يبقى لازم 48 تخليها 3 في حاجة برضو. لو قسمت 48 على 3 هتلاقي فيها 16، 3 في 16 طلع 16 بره تبقى 4 جذر 3. لاحظ كده أول عدد كان جذر 3، 2 جذر 3، 3 جذر 3، 4 جذر 3، كل ما نروح بنزود 1 يبقى العدد اللي جاي 5 جذر 3. يبقى مكان النقط هنا هنكتب 5 جذر 3، بس عشان تخلي شبههم يعني ما تخليش عدد بره الجذر ممكن تدخل الخمسة جوه، الخمسة تدخل جوه الجذر ب25 هتبقى 3 في 25، 3 في 25 ب75 فهتبقى جذر 75. ممكن تكتبها جذر 75 وممكن تكتبها 5 جذر 3.